بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل على الكمبلكس فونكشنز، ده الدرس التاني من الكمبلكس. هنتكلم النهاردة على الباور فونكشن والاكسبوننشال فونكشن واللوغاريتمك فونكشن، والمرة اللي جاية ان شاء الله هناخد التريجنومتريك فونكشن والهايبربوليك فونكشن. هما 5 انواع بس من الفونكشنز اللي عندنا. الفكرة كلها بتقول ان احنا هيكون بالنسبة لنا بقى خلاص مش هنتعامل مع الكومبلكس نمبر كنمبر لوحده، لا هنتعامل كفونكشن، بس الفونكشن الانبوت بتاعها هيكون عبارة عن كومبلكس. فاحنا هيكون عندنا فونكشن اسمها الدبليو وليكن بتساوي فونكشن، الانبوت بتاع الفونكشن ده اسمه كومبلكس، كومبلكس فاريبل، وبناء عليه الفونكشن نفسها بتسمى كومبلكس فونكشن. الهدف بتاعنا من الدرس ده ان احنا هناخد ايا كان نوع الفونكشن، اي نوع من ال5 انواع اللي فوق، هيكون مطالبين ان احنا نحولها في الاخر خالص لليو زائد الاي في الفي، بحيث ان اليو ده الجزء الريل بتاعنا والفي ده الجزء الايماجينري بتاع الفونكشن ككل. طيب هناخد النوع الاول اللي هو اسمه الباور فونكشن. الباور فونكشن هي بتكون الفونكشن بتاعتك الاف اوف زد عبارة عن الزد ده باور ان، حيث الان ده رقم 1 2 3 وهكذا. يعني على سبيل المثال لو قلنا لك ان الاف اوف زد دي بتساوي الزد باور 3، دي باور فانكشن الديجري بتاعها بيساوي 3. لو قلنا لك الاف اوف الزد بتساوي مثلا 3 زد سكوير، دي كومبلكس فانكشن النوع بتاعها باور فانكشن والديجري بتاعتها بيساوي 3. لو قلنا مثلا ان احنا عندنا الاف اوف الزد ده بيساوي 5، دي باور فانكشن لوحدها الباور الديجري بتاعها بيساوي 0 او وهكذا. لو احنا خدنا فانكشن بالشكل ده الاف اوف الزد ده اللي جديده خالص بتساوي الزد باور 3 زائد 3 الزد تربيع زائد 5، في الحاله دي هنلاحظ ان الداله كلها مكونه من 3 حدود، كل حد فيهم عبارة عن باور فانكشن. الدالة دي احنا بنسميها البولونوميال فانكشن. فمن هنا نستنتج ان البولونوميال فانكشن هي عبارة عن فانكشن مكونة من اكتر من حد، كل حد فيها عبارة عن الباور فانكشن. البولونوميال فانكشن بالعربي يعني كثيرة حدود، يعني من اسمها كده هي فيها اكتر من حد، كل حد عبارة عن الباور فانكشن. طيب لو احنا جينا في البداية خالص كده خدنا كمثال وقلنا ان هو جيفن بالنسبة لنا الدبليو بتساوي الزد سكوير، وعايزين نعملها نفكها بدلالة اليو زائد الاي في في. عندنا طريقتين، الطريقة الاولى ان احنا نستخدمها في بالكارتيزيان، او ان احنا نستخدمها بالايه بالبولر. احنا عارفين ان الزد عبارة عن الاكس زائد الاي واي، لو عملنا الكلام ده سكويرنج ده هيساوي الاكس سكوير بلس الاول في التاني في 2، يبقى الاي 2xy بلس الاخير سكويرد الاي واي سكويرد، ده هيدينا نيجاتيف الواي سكويرد. هنلاحظ ان الجزء ده عبارة عن اليو والجزء ده عبارة عن الفي، يبقى اليو في الحالة دي بيساوي الاكس سكويرد ماينس الواي سكويرد، وفي الحالة دي الفي بتاعنا الجزء الايماجينري بيساوي الاتنين اكس واي. طيب كان في طريقة تانية، الطريقة التانية ان احنا نستخدم الزد دي بحالة البولر، ممكن نكتب الار في الاي اس اي ثيتا ونعمل للكلام ده سكويرنج، الكلام ده هيساوي الار سكويرد في الاي اس اي 2 ثيتا، وفي الاخر هنفك الاي اس اي ثيتا، يبقى الار سكويرد ده المودل الثابت، الاي اس اي 2 ثيتا ده بيساوي كوزين 2 ثيتا زائد الاي في ساين 2 ثيتا على حسب قيمة الثيتا بكام هنفكها. الكلام ده ممكن يدينا الار سكويرد في كوزين 2 ثيتا زائد الاي الار سكويرد في ساين 2 ثيتا، اصبح في الحالة دي ده اسمه اليو وده اصبح اسمه الفي. دي الطريقة الاولى بتاعت البار فانكشن اللي شغالة مع البار فانكشن واللي شغالة مع البولونوميال فانكشنز. دي الدالة الأولى وهي دالة سهلة جدا ما فيهاش أي مشكلة خالص. بعد كده هيكون بالنسبة لنا باشمهندسين الحاجة التانية بتاعت الايه الفانكشن التانية اللي فيها الشغل شوية اسمها الاكسبوننشال فانكشن. يبقى النوع التاني من الفانكشنز حاجة اسمها الاكسبوننشال فانكشن. الاكسبوننشال فانكشنز دي من اسمها كده هيكون فيها اكسبوننشال، ودي بتكون واخدة شكل ال W بتساوي ال E بس الباور بتاعها بيكون كومبلكس اسمه الزد مثلا او اي حاجة فيها الزد، ولذلك دي نوع exponential بس complex function.
طيب في الحالة دي المفروض ان احنا هنقول ان ال a باور الزد دي، احنا هنشتغل الزد في الحالة دي بالكارتيزيان، هتتفك ال x زائد ال i في y، الكلام ده بيساوي ال a باور ال x مضروبة في ال a أس i في y. احنا اتفقنا يا باشمهندسين الحاجة اللي ما فيهاش i دي بتفضل ثابت، والحاجة اللي فيها i دي ممكن نفكها ساين وكوزين، فالكلام ده هيساوي ال a باور ال x نفتح قوس ال a باور ال i y دي تتحول لكوزين ال y زائد ال i في ساين ال y. الكلام ده من هنا نستنتج ان ال a باور x ده ممكن يسمى المودلس بتاع ال a باور z، يبقى المودلس بتاع ال a باور z بيساوي ال a باور x. ومن هنا نستنتج كمان ان ال y دي عبارة عن الارجيومنت بتاع ال a باور z اللي هي الزاوية بتاعتها. طيب احنا ال a باور x لها شوية خصائص، يبقى احنا دلوقتي لو قلنا البروبرتيز بتاعت ال a باور z، البروبرتيز اوف اكسبوننشال فانكشنز، الخاصية الاولى ان هي ان ال a باور z is periodic function، البيريود بتاعتها بيساوي كام؟ of period equal ال i 2 باي. اوعى تنسى يا باشمهندس ال i، يعني انت لو قلت البيريود بتاعتها بيساوي 2 باي يبقى الكلام غلط خالص، لازم تقول ال i 2 باي. طيب الكلام ده لو جه في سؤال هيقول لك مثلا شو زاد ان ال e باور z is a periodic function of period ال i 2 باي. طيب الكلام ده لو حبينا نثبته هنعمل ايه؟ احنا هنقول والله هناخد ال e باور، هي طالما بيريودك والبيريود بتاعتها اسمها ال e باور ال e باور اسف البيريودك والبيريود بتاعتها بيساوي ال i 2 باي، يبقى احنا دلوقتي عايزين نثبت ان ال e باور ال z زائد ال i 2 y المفروض ال i 2 باي المفروض ان هي بتساوي ال e باور ال z. لو اثبتنا ان الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد يبقى اذا الداله دي بيريودك والبيريود بتاعتها فعلا ال i 2 باي. طب الكلام ده هيتم ازاي؟ هنقول في البدايه خالص هناخد الليفت هاند سايد، هنقول ال e باور ال z زائد ال i 2 باي، الكلام ده هيساوي ال e هنفك ال z لل x زائد ال i في y، واحنا اساسا ضايفين ليها ال زائد ال i 2 باي ال i 2 باي. الكلام ده بيساوي ال e باور ال z للاسف ال e باور ال x زائد خد ال i عامل مشترك يتفضل معاك ال y زائد ال 2 باي. الكلام ده هيساوي في الناحية التانية ال e باور ال x تطلع بره ال e ال i ال y زائد ال 2 باي، الكلام ده هيساوي ال e باور x ده constant، ال exponential بقى اللي مضروب اللي مرفوع ل i ده هيتحول لكوزين ال y زائد ال 2 باي زائد ال i في ساين ال y زائد ال 2 باي. المفروض ان معلومات قديمة خالص عندنا ان كوزين اي انجل في الدنيا وضفنا للانجل دي 2 باي ده يدينا كوزين نفس الانجل، يبقى ده بيساوي ال e باور x الكلام ده كوزين ال y، يعني اضافة ال 2 باي للانجل داخل الكوزين او داخل الساين ما بيأثرش فيها لان الكوزين والساين ده اللي بيريودك والبيريود بتاعتهم بيساوي 2 باي، الكلام ده بلس ال i في ساين y، وانت عارف ان البراكت اللي هو كوزين y زائد ال i ساين y ده عبارة عن ال e باور ال i في y، يبقى ده ال e باور x والبراكت ده كله هنشيل نحط مكانه ال i y، دومت مضروبين في بعض ناخد ال e ونجمع الباور يبقى ال x زائد ال i في y، الكلام ده بيساوي ال e باور ال z، يبقى اذا فعلا الكلام ده طلع بيساوي ال left hand side اللي احنا عايزين نثبته من الاول خالص، ده بيساوي ال left hand side. يبقى احنا كده اثبتنا ان ال e باور ال z زائد ال i 2 باي ده بيساوي ال e باور z، ومن هنا يبقى احنا اثبتنا يبقى اذا ال e باور ال z is periodic of period
بيساوي الاي 2 باي. اوعى تنسى يا باشمهندس الاي، لو نسيت الاي تبقى جود باي. تمام. طيب الخاصية التانية، من الاكسبوننشال فانكشن قالوا ان الاي باور الزد مستحيل يساوي الصفر، يبقى الاي باور زد ما يستحيل يساوي الصفر. طب علشان نثبت الكلام ده فاحنا هنقول، هنفترض ان الاي باور الزد ايكوال زيرو. لو جبنا قيم تحقق ان الاي باور زد بيساوي زيرو، يبقى اذا هي ممكن تساوي زيرو. لو لاحظنا انه يستحيل توجد قيمة تخلي الكلام ده بيساوي زيرو، يبقى اذا احنا حققنا البروبيريتي ان الكلام ده يستحيل يساوي زيرو. طيب احنا عارفين ان الاي باور زد عبارة عن الاي باور اكس في كوزين الواي زائد الاي في ساين الواي، واحنا بنفترض ان ده بيساوي صفر. الاي باور زد الاي باور اكس ده احنا عارفين من زمان خالص ان البتاع دي يستحيل تساوي صفر، يبقى اذا مين اللي هنا اللي ممكن يساوي صفر؟ البراكت بتاع الساين والكوزين. البراكت ده فيه جزئين، علشان البراكت تساوي زيرو يبقى لازم الجزء الاولاني يساوي زيرو، ولازم في نفس اللحظة الجزء التاني يساوي زيرو. لو كانت الكوزين بزيرو، يبقى اذا الواي اللي تخلي الكوزين بزيرو بتساوي الباي على الاتنين، او الان باي على الاتنين والان فردي، يعني باي على الاتنين، تلاتة باي على الاتنين وهكذا. والزاوية اللي تخلي الساين بزيرو هي قيمة الواي بتساوي الان باي، حيث الان ده رقم عادي 1 2 3 4. طيب احنا دلوقتي بنقول ان هنا الزاوية بيساوي مثلا اقل زاوية باي على الاتنين، وهنا اقل زاوية باي. ازاي الزاوية هتساوي باي على الاتنين وفي نفس اللحظة هتساوي باي؟ يبقى اذا من الاثبات ده لاحظنا ان هو يستحيل يكون للزاوية قيمتين في نفس اللحظة، وبناء عليه يبقى اذا يستحيل ان هو توجد قيمة تخلي الاكسبوننشال بيساوي صفر. يبقى اذا في الاخر خالص البروبرتي دي معانا ان الاي باور زد لا يمكن ان هي تساوي زيرو. طيب الحاجة اللي بعد كده واللي هتوضح اكتر لما ان شاء الله نيجي نتكلم في الاكسبوننت في اللوجاريتمك فانكشن، هي ان الاي باور زد هي دالة سنجل فاليو فانكشن. احنا لو قلنا ان ديت اسمها دبليو، لو قلنا ان ده الدبليو ايكوال الاي باور زد، لو احنا دخلنا قيمة للزد تطلع قيمة وحيدة للدبليو. ده ان احنا بنسميه ان الاي باور الزد از سنجل او اسنجل فاليو فانكشن. الكلام ده تم ليه او ايه اللي حصل فيه؟ ده حصل لان الاكسبوننشال بيريودك والبيريود بتاعتها بيساوي الاي 2 باي. الكلام ده هيوضح اكتر ان شاء الله في الداله الجديده اللي اسمها الايه، اللوجاريتميك فانكشن. طيب نبدا دلوقتي بقى في الحاله دي نتكلم على الداله الثالثه اللي اسمها اللوجاريتميك فانكشن رقم 3. نتكلم على اللوجاريتميك فانكشن. اللوجاريتميك فانكشنز هي المفروض يعني كنا واخدينها زمان ان هي الانفرس بتاعه الاكسبوننشال فانكشن. طيب الفانكشن دي بتكون عامله ازاي؟ بتكون دبليو بتساوي لين الزد. الدالة دي من الخصائص بتاعتها او اول خاصية هناخدها ليها ان الدبليو اللي بتساوي لين زد دي اسمها ميني فاليود فانكشن. يعني ايه؟ يعني بيخش لها قيمة للزد بتطلع قيم ما لا نهائية للايه، للدبليو. يبقى ده دبليو واحد، ده دبليو اتنين اند سو اون. دي اسمها ميني فاليود فانكشن. طيب الكلام ده هنشوفه ازاي، عامل ازاي ليه او سببه ايه. بص يا باشمهندسين، احنا زي ما اتفقنا تاني ان احنا عايزين ناخد الفانكشن من الشكل ده نحولها لجزئين، اليو زائد الاي في. فاحنا دلوقتي شغالين كومبلكس، فبمجرد ما تشوف لين لازم على طول تقول تحول الداله اللي جواها من الصوره الكارتيزيان للصوره الريديان البولر، من الصوره الكارتيزيان للصوره البولر. فاحنا الزد بالبولر اسمها الار الاي اس اي ثيتا، بس لو وقفت كده يبقى غلط. انت المفروض دي الثيتا دي اسمها البرنسبال ارجيومنت. احنا في احنا شغالين الطبيعي بالارجيومنت كامل، فاحنا هناخد الثيتا دي ونحط معاها الاتنين باي في كي، حيث ان الكي ده الارقام صفر واحد اتنين وهكذا. يبقى الكي بتاعنا ده بياخد الارقام صفر واحد واتنين اند سو اون. لو كانت الكي بصفر يبقى في الحالة دي اسمها البرنسبال فاليو،
يبقى ال W في الحالة دي بتساوي اسمها ال principal value. طيب في الحالة العادية ال W موجودة بتساوي الأرقام والكي موجودة 1 2 وهكذا. طيب من الخصائص بتاعت اللين يا باشمهندسين إن لما يكون لين جواها حاجتين مضروبين في بعض فبتتوزع عليهم وتحولهم لجمع، فده هيديلك لين ال R زائد لين ال E باور I وافتح قوس السيتا زائد الاتنين باي في كي. هتلاحظ هنا في وجود اللين، اللين هتلغي الاكسبوننشال وبناء عليه الرقم ده مش هيخش ساين وكوزاين. يبقى اللين في الحالة دي هتلغي مين؟ هتلغي الاكسبوننشال. يتفضل ايه؟ يتفضل ان الدبليو بتاعتنا اصبحت عبارة عن اللين الار زائد الاي الثيتا زائد الاتنين باي في كي. بما ان الرقم ده ما دخلش ساين وكوزين يبقى اذا هو ليه تأثير، والتأثير بتاعه بيظهر بشكل واضح جدا. يبقى اذا دي عبارة عن الدبليو بتاعتنا، وواضح جدا ان احنا لو دخلنا اي قيمة للزد بسبب ظهور الكي اللي احنا اتفقنا ان هيكون القيمة بتاعتها بيساوي 0 و1 و2 وهكذا الى ما لا نهاية، يبقى مع كل كي في قيمة جديدة للايه؟ للدبليو، على الرغم ان احنا ما دخلناش غير زد واحدة بس. طيب هما قالوا لو كانت الكي بتاعتك بتساوي 0 ففي الحالة دي الدبليو بيقول عليه ان هي البرينسبال فاليو. يبقى البرينسبال فاليو في الحالة دي اسمها الدبليو بتساوي لين الار زائد الاي في السيتا، دي اسمها البرينسبال فاليو. طيب لو حبينا ناخد مثال على الكلام ده ممكن هو يجي يقول لك ايه، لو احنا جينا هنا بقى قلنا عايزين نحل مثال، لو قال لك ان احنا عايزك تجيب find او قال لك express لين الواحد زائد الاي in the shape of او يعني في الشكل اللي اسمه u زائد الاي في v، يبقى احنا عايزين نحول اللين من الشكل ده لشكل اليو زائد الاي في v. فاحنا الاول خالص هناخد الشكل الزد الكارتيزيان نحولها بالايه؟ بالبولر. الكلام ده يتم زي ما اتفقنا قبل كده، ممكن بالكالكوليتر او ممكن انت تعمله مع نفسك. انت عارف ان انت المفروض ده بيساوي الار في الاي اس اي ثيتا، الار بيساوي، يبقى احنا هنا المفروض هنحول الواحد زائد الاي ده بيساوي الار في الاي اس اي ثيتا، بس خلي بالك انت طالما شغال في اللين يبقى لازم زائد الاتنين باي كي. طيب الار بتاعتنا ممكن تستخدمها بالكالكوليتر او ممكن تقول ان هي بتساوي الجذر التربيعي للرقم ده تربيع واحد زائد الرقم اللي مضروب في الاي تربيع زائد الواحد اللي هو بيساوي روت 2. وبما ان الرقم ده نفس الرقم ده يعني هنا واحد والكوفيشنت بتاع الواي بواحد والاشارة بوزيتيف، ده يخلينا نستنتج ان الزاوية بتاعتك كان اسمها الباي على الاربعة اللي هي 45 درجة. من هنا هنقول يبقى اذا الواحد زائد الاي ده بيساوي جذر 2 الاي اس اي افتح براكت الثيتا بتاعتنا طلعت بباي على الاربعة زائد الاتنين باي في الكي. طيب يبقى اذا الدبليو اللي احنا عايزينها بتساوي لين روت 2 في الاي اي باي على الاربعة زائد الاتنين باي في كي. الجزء ده خلاص اللين هتخش على حاصل ضرب تحولها الى مجموع، ده هيدينا لين جذر 2 زائد لين الاكسبوننشال هتطير يتفضل الاي الباي على الاربعة زائد الاتنين باي في كي. دي الفاليو كلها، واحنا كده حولناها لجزئين، الجزء ده اسمه اليو والجزء ده كله اسمه الفي. وما تنساش تقول له ان الكلام ده الكي بتتغير فيه بتاخد الارقام بتاعتك 0 و1 و2 وهكذا، بحيث لو الكي كانت بزيرو فالقيمة دي بيكون اسمها البرينسيبال فاليو. طيب احنا دلوقتي حاليا شغالين في الكومبلكس، فاللي كان محظور زمان بقى مباح دلوقتي. يعني احنا مثلا لو قلنا لك فايند لين ناقص الاتنين، الكلام ده كان محظور زمان ازاي؟ كنا بنقول زمان ان احنا اللين ما ينفعش ندخل لها رقم نيجاتيف،
اللين ممكن تطلع رقم نيجاتيف، بس ما ينفعش ندخلها رقم نيجاتيف. بس الكلام ده كان زمان، احنا دلوقتي شغالين في الكومبلكس، فاحنا هنعتبر الرقم النيجاتيف ده كومبلكس نمبر، هنحوله للبولر. البولر هيقول ان هو لين المسافة اللي هنمشيها اسمها 2، والزاوية اللي هنمشيها عشان تبقى بالسالب هيكون اسمها باي. بس زي ما اتفقنا مش هننسى نضيف الاتنين باي كي. طيب وهنقفل البراكت بتاعنا عادي خالص. يبقى ده عبارة عن ال W اللي عندنا. هنعمل ايه بعد كده؟ هنوزع اللين على حاصل الضرب، هتتحول لجمع. يبقى لين الاتنين زائد لين الاكسبوننشال، هتطير مع الاي، اتفضل الاي، افتح براكت الباي زائد الاتنين باي كي، حيث الكي برضو ما زالت عبارة من صفر وواحد واتنين وهكذا. ولو حطينا الكي بصفر تبقى دي اسمها البرنسبال فاليو. لو خدنا مثال بعد كده وطلب منك وقال لك find the principal value of، يبقى في مثال اهو بيقول find the principal value of، وقال لك ان احنا عايزين ال w بتساوي ال i مرفوع الباور الاتنين o. هنقول الانسر بتاعنا، احنا عندنا i مرفوع الباور تاني، فالحل هيكون عن طريق ان احنا ناخد لين للطرفين. لو خدت لين للW بيساوي لين للI مرفوع للاتنين I. بس انت عارف ان من خصائص اللين ان الباور بتاع الجزء الداخلي ممكن يطلع قدامها، فالكلام ده هيساوي الاتنين I لين الI. اللي احنا شغالين معاه اسمه اللوغاريزميك فونكشن، فده ده اللي هنحوله، لان ده ما يتحولش، ده خلاص ثابت زي ما هو. طيب احنا دلوقتي هنقول ان المعادلة بتاعتنا اسمها الاتنين اي، لين اي دي هتتحول بالبولر، ممكن باستخدام الالة حاسبة، هيدي لك مسافة او ريديوس اسمه واحد، الاي اس اي افتح قوس باي على الاتنين، وبرضو ما تنساش تضيف الاتنين باي كي. الكلام ده هيساوي الاتنين اي نفتح قوس لين واحد زائد لين مع الاكسبوننشال هتطير، يتفضل الاي باي على الاتنين زائد الاتنين باي في كي. انت عارف من زمان خالص ان اللين واحد دي بصفر، يتفضل الكلام ده هنضرب من بره باتنين اي، الاي مع الاي هتبقى بالنيجاتيف، يبقى ده هيدينا نيجاتيف الاتنين مضروبة في الباي على الاتنين زائد الاتنين باي كي. هو اساسا في السؤال كان طالب البرنسبال فاليو، فانت هتقول البرنسبال فاليو دي بتكون عند الكي بكام؟ عند الكي ايكوال زيرو. يبقى اذا في الحاله دي البرنسبال فاليو هتكون بتساوي سالب الباي. ده بيساوي مين؟ ده مش بيساوي الدبليو، ده بيساوي لين الدبليو. يبقى علشان نجيب الدبليو هتاخد الاي للطرفين، فده هيدي لك الاي نيجاتيف الباي. اوعى حد يخطا خطا شديد ان هو يقول ان الاي باور نيجاتيف اي ده بيساوي كوزين نيجاتيف اي زائد الاي ساين، الكلام ده خطأ جدا. يبقى الكلام ده لا يساوي الكوزين نيجاتيف الباي زائد الاي ساين نيجاتيف الباي. طب ليه الكلام ده مش صحيح؟ لان الاكسبوننشال هنا ما فيهاش الايه، ما فيهاش الاي. لو كان هنا في اي كان ينفع الكلام ده، انما بما ان ما فيش الاي يبقى اذا الكلام ده لا يصح اطلاقا. يبقى ده لا يساوي ده، ده رقم كونستنت، ده رقم ريل كله، يبقى اذا ايه، ما ينفعش يتحول لكومبلكس نمبر. تمام باشمهندسين، اخر حاجه بس هنتكلم فيها في الجزئيه دي هي ملحوظه خارجيه كده، المفروض ان هي كانت حاجه قديمه. المفروض ان انت عارف اي رقم بالنسبه لك، اي رقم كونستنت، الاي باور اكس مثلا، الرقم ده احنا ممكن نخليه الاي لين الاتنين باور اكس، بحيث ان انت ممكن تطير الاي مع الاكسبوننشال.
طيب احنا هنستفاد بالكلام ده ايه؟ هنستفاد بالكلام ده في الجزء بتاعنا خالص. هنا مثلا هتنزل الاكس قدام اللين، فده يدي لك الاي باور الاكس لين الاتنين. المعلومة دي المفروض ان هي معلومة قديمة هتفيدنا في حل شوية امثلة. يعني مثلا في سؤال في الشيت طالب منك ان انت تكتب المعادلة اللي هيديها لك دي او الفانكشن اللي هيديها لك في شكل اليو زائد الاي في في، ومدي لك المثال بتاعك بيقول لك ان الدبليو اللي هو مديهولك بتساوي الاتنين باور الاتنين بلس الاي باي على الاربعة. انت عارف ان انت لو عندك اي رقم مرفوع لباور حاجة زائد حاجة، فدي كان اصلها الاتنين باور اتنين مضروبة في الاتنين باور الاي باي على الاربعة. الاتنين باور اتنين دي عبارة عن الاربعة في الاتنين الاي باي على الاربعة. هناخد بقى الجزء ده اهو نستفيد منه او نطبق عليه المعلومة اللي احنا لسه قايلينها فوق. الاربعة بره كونستانت تايمز الاتنين دي هنكتبها ازاي؟ هنكتبها ان هي كانت الاي باور لين، وناخد الرقم ده ندخله هنا، فهيدينا هنا الاتنين باور الاي باي على الاربعة. تمام، هننزل الباور اللي عندنا اللي هو الاي باي على الاربعة قدام اللين، فده هيساوي في الاخر خلاص معانا الاربعة في الاي الاي باي على الاربعة. الكلام ده مضروب في لين الاتنين. هي ايه الفانكشن اللي احنا بندرسها؟ الاكسبوننشال، هنحولها بشكل البولر. فالكلام ده هيساوي معانا الاربعة بره الاي اس اي باي على الاربعة، ملهاش دعوة باللي هيحصل. اللين دي هنخليها لين الاتنين، وده بما انه رقم ريل وبوزيتيف فده هيكون الانجل بتاعته بزيرو. بس ما تنساش ان احنا بنضيف ايه؟ بنضيف الاتنين باي في كي. طيب الكلام ده هيتفك ازاي يا باشمهندسين؟ هناخد البراكت ده نفكه، فده هيساوي الاربعة برة الاي اي باي على الاربعة. الكلام ده مضروب في لين الاتنين زائد لين الاكسبوننشال، هيطير مع اللين يتفضل الاي اتنين باي في كي. هنضرب بقى البرة الاي باي على الاربعة في البراكت، فده هيتساوي معانا هنا الاربعة كونستانت برة مضروبة في الاي باور. هناخد الاول الرقم ده بما انه فيه الاي، نضربه في الرقم اللي هناك خالص الاول خالص اللي فيه الاي عشان يدينا الجزء الريل، عشان احنا بنحب نكتب الريل قبل الايماجينري. فده هيساوي سالب الباي مع الباي هتبقى باي سكويرد، والاتنين مع الاربعة هتفضل تحت الاتنين، وكلام مضروب في الكي، زائد الرقم ده هنضرب هنا فهيديلك رقم imaginary. يبقى انت عندك الاي باي على الاربعة لين الاتنين. طيب الكلام ده هيساوي كام؟ الكلام ده هيساوي الاربعة. طيب انت عندك هنا الاي باور رقم حقيقي تفضل زي ما هي، ناقص الباي على التربيع في الكي على الاتنين. الكلام ده مضروب في الاي تانية بس اي باي على الاربعة لين الاتنين. الكلام ده هيساوي هناخد الجزء بقى الاكسبوننشال بس اللي فيه الاي، هتتفك بيه الساين والكوزين، فدي تدي لك الاربعة الاي ناقص الباي تربيع في الكي على الاتنين اللي هي كونستانت ما تتفكش، في الكوزين الرقم اللي مضروب في الاي باي على الاربعة لين الاتنين زائد الاي في ساين الرقم ده زي ما هو. يبقى ده خلاص قيمة الفانكشن بالشكل ده كده. ولو طلب منك ان انت لو طلب منك تحسب الكلام ده كأرقام او كقيم، لازم تحط تخلي الكالكولتر بتاعتك بالريديان مش بالديجري. طيب لو هو اساسا كان طالب منك البرنسبال فاليو، فانت هتقول والله في حالة البرنسبال فاليو هتعوض عن الكيب كام؟ عن الكيب زيرو. يبقى الدبليو بيساوي الاربعة، ما خلاص ده هيكون واحد. الاربعة مضروب في البراكت ده اللي هي تقريبا لو انت استخدمتها هتدي لك 3.422 زائد الاي في
الاتنين بوينت زيرو اتنين سبعة او سبعة اتنين. طيب كده يبقى احنا نظريا كده خلصنا تلاتة انواع من الفانكشنز، اللي هو الباور فانكشن والباور فانكشن والاكسبوننشال فانكشن، والجزء الاخير كان عبارة عن اللوغاريتميك فانكشن. اتمنى يكون في بعض الاستفادة، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون على النوعين اللي فاضلين، اللي هو التريجنومتريك فانكشن والهايبربوليك فانكشن. بالتوفيق ان شاء الله يا باشمهندسين.